السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اليوم انا واحد من افضل المواقع الجديدة اللي ممكن نكسب منها عن طريق مشاهدة الفيديوهات. هذا الموقع بيدفع على محفظة الباير، بيدفع كمان على الادفي كاش والترون دوج كوين، العملات الرقمية الثانية مثل يو اس دي تي على باينانس سمارت تشين. تمام اصدقائي، الحد الادنى للسحب بسيط، حوالي 1 دولار بالنسبة لهي الطرق، وبالنسبة للباينانس سمارت تشين هو 50 دولار. طبعا اصدقائي، موقع كويس من احسن المواقع الجديده اللي ممكن نكسب منها عملات رقميه طبعا ودولار الباير عن طريق مشاهده الفيديوهات. خلال هذا الفيديو راح نشرح الموقع بشكل كامل، وان شاء الله خلال الايام القادمه راح نقدم اثبات سحب عن هذا الموقع، سواء هذا الاثبات نعمل عنه فيديو مستقل او نحطه باليوتيوب كوميونتي او بقناتنا على التليجرام. طيب بسم الله نبدا. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك تسجيل راح يطلع بصندوق الوصف. طبعا اللينك مباشره، انا ما بستخدم اي روابط مخصصه، هذا اللينك بيعطيك عن المدونه الخاصه فيه، المدونة الخاصة فيه في رابط مباشرة، يعني ضغطتين اخي كريم بتفتح معنا هاي الصفحة. نحن بدنا ننشئ حساب جديد، بنروح على كلمة ستارت ايرنينج، بنعبي بياناتنا وبننشئ حساب جديد، او فيني اشبك مباشرة حسابي الجيميل، يعني متاح الطريقتين، استخدم اللي انت بيناسبك. طبعا اصدقائي، هاي واجهة الموقع. من الداخل نحن بنجمع عملة الدولار وبنسحب مثل ما شفنا ببداية هذا الفيديو. اول شيء لازم نعرف انه في ترفيع الموقع، انت الليفل تبعك بتحدد مكسبك. بالبدايه رح يكون مكسب قليل، لكن انت كل ما اشتغلت اكثر رح يصير مكسبك اعلى. اذا رحنا على وات از ذس وضغطنا عليها، بشوف مثلا الليفل 1 رح ياخذ بونص 0%، الليفل 2 بياخذ بونص 4%، وبوصل معك البونص ل 100%. يعني انت بتصير كانك شاهدت 10 فيديوهات بتكسب قيمه 20 فيديو، وبتاخذ بونص كمان على الشغلات الثانيه، وبصير الدفع فوري. بالبدايه بيكون الدفع خلال 72 ساعه للمراحل الاولى، وهذا شيء كمان كثير منيح. كان ضروري نحكي هذا الشيء بالبدايه مشان نعرف انه احنا كل ما اشتغلنا اكثر وشاهدنا فيديوهات اكثر رح يصير المكسب مع الوقت اعلى. طيب نحن عرفنا انه نحن بنشاهد فيديوهات وبنكسب منها في طريقتين لمشاهده الفيديوهات، وحده عاديه ووحده مخصصه لاجهزه الاندرويد. طبعا العاديه فيني اشتغل كمان على المتصفح بالاندرويد، ما في اي مشكله، كمان بكسب نفس الشيء، لكن هون بصير اوتوماتيك. تمام اصدقائي، هلا بنحكي هاي التفاصيل. بالبدايه بنحكي عن الربح العادي من اني ديفايس، من اي جهاز، سواء كان موبايل او كان كمبيوتر، ما في اي مشكله، وهذا خاص بالاندرويد. في طريقه معينه للاندرويد مختلفه عن جهاز الكمبيوتر، وكمان بالاندرويد فيك تشتغل عادي بلا هي الطريقه، فيك تشتغل من متصفح وتكسب بشكل اعتيادي. يعني بنروح على كلمه ستارت ايرنينج، هاي اللي هون بضغط عليها، راح يعطيني مئات الفيديوهات. في مئات الفيديوهات اصدقائي داخل الموقع، فيني ضل شاهد ساعات بدون ما تنتهي. طبعا هاي الفيديوهات، طبعا كل فيديو بس بشاهده 10 ثواني بكسب هاي القيمه. مثل ما قلنا، اذا كان عندي البونص 100% صار هون نص سنت، شيء منيح. يعني هلا هون بالبدايه 0.22، لاني ما عندي بونز، انا لساني جديد على الموقع. كل ما كان البونز اعلى بصير بكسب اكثر على مشاهده هذا الفيديو. بس بروح على واتش فيديو، طبعا فتحت معي الصفحه، لازم شاهد 10 ثواني، بضغط على البلاي وبشاهدهم، راح شاهدهم وتابع معكم. طبعا شاهدتهم، اعطاني هاي القيم برصيدي بالموقع. تمام اصدقائي، انضافت عندي هاي القيم بنفس الصفحه، هون راح يروحوا على اليوتيوب، انا بس بسكر برجع لهون، اعطاني هاي القيم، انضافه برصيدي فورا. شايفين اصدقائي، اعطاني الفيديو التالي، بروح عليه بضغط نفس الشيء كمان 10 ثواني على الغالب. اذا كانت الوقت اكثر احيانا بيعطي فيديوهات بوقت اكثر، لكن بيعطيك قيم اعلى عليهم. طبعا كمان شايفين اصدقائي، يحسب لي ضف لي اياهم. اذا انا الفيديو ما عجبني فيني اعمل سكيب، ما في اي مشكله. هلا هيك وجهني للصفحه، بسكر. تمام اصدقائي، طبعا انضاف عندي هون، صاروا برصيدي طبعا هاي الكميات. فيني اتابع بهي الفيديوهات، في مئات الفيديوهات، حاليا موجود 200 فيديو شايفين اصدقائي، وكان موجود من بدايه النهار 887 فيديو. يعني فيني شاهد فيديوهات باستمرار ودائما بضيف. يعني مثلا اذا انت فتت شاهدتهم كلهم، هو مستحيل تشاهدهم كلهم، لكن اذا شاهدتهم كلهم راح تلاقي كمان بعد فتره فيديوهات جديده. طبعا اذا رحنا للصفحه الاساسيه داخل الموقع، في شيء اسمه خاص بالاندرويد. طبعا هو تطبيق بيحملوه، انا بستخدم على جهاز الكمبيوتر هلا حاليا، انت فيك تستخدم الاندرويد. روح على فيو انستراكشن، في فيديو من الموقع بيقول لك كيف تحمل هذا التطبيق على جهازك وتشتغل عليه، يعني موجود الفيديو طبعا والشرح داخل هاي الصفحه. فيو انستراكشن بفتحها وبشوف طبعا شو المطلوب، بأديه على جهاز الاندرويد. طبعا عمليه جدا بسيطه مثل ما اصدقائي، الربح سهل وسريع، بس وصل للحد لان السحب، روح على بي اوت بطلب السحب. انا بالنسبه هلا لإلي خلال 3 ايام بتم الدفع، اب تو 72 اور، يعني خلال 3 ايام. مثل ما قلنا، كل ما ترفعت بصير بينقص لي المده وبيعطيني كميات اعلى للمكسب. كمان الموقع في رابط حالي من كلمه ريفيريل، هاي اللي هون ضغطنا عليها بس عليه رابط الاحاله الخاص فيي، باخذوا كوبي وصل الاصدقاء لاستفادة الموقع بشكل افضل. انت يا اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعيه من المواقع.
طبعا أصدقائي راح أحط لك أنا كمان بصندوق الوصف مجموعة من المواقع مشابهة لهذا المبدأ، كلها ممكن نكسب منها عملات رقمية ونكسب منها دولار الباير بطريقة جدا سهلة وبسيطة مع إثباتات السحب والدفعات الخاصة بهذه المواقع. طبعا أصدقائي بيد وقت دائما أي سؤال عن مجال الربح من الإنترنت بشكل عام، ربح العملات الرقمية، ربح الباير، ربح الفوشيت بي، ربح عملة باينانس، ربح يو اس دي تي، أي مجال مجالات الربح من الإنترنت عندك عليه سؤال اكتب لي إياه بالتعليقات وإن شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهاية لا تنسوا إخواني إذا كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا فعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.